ريتشاردسون، والده كان اسطوره، يشوط الكره دي كمان الباك اليمين وقتنا ده المهم. شاط الكره هنا، عدد على الدايره في الكره اللي فاتت، سابها له سيف كويس قوي، عايز يعدي مام، لاعب مؤثر مهم فرنسي، شارك هنا مع ديوك في ارض المحروس 11-6. ايوه كده، ايوه كده، مام يدخل يحرز هدف مهم. دومين ماكويتش عايز يعدي مام، يشوط الكره، تصويباته قويه عنده الهدف، يطلع من اعلى نقطه قدام حضراتكم. مام لانجارو هيشوط مام يحرز، تصويباته في العادة ملكة. مرة تانية مم يعدي كويس قوي، هذه الكرة اللي عدى فيها دي كمان كان طبعا كان في الشوط الأول. مرة تانية مم عايز يشوط الكرة من بعيد ويضيف الهدف 36